ماما جيبي كل أنواع الكندة. أوكي، بس شو رح نعمل؟ حلى الكندة. يلا جيبي ورق زبدة. أوكي، أول شي مستطيل، بعدين مربع، بعدين مثلث، بعدين كمان مثلث، بعدين بقالب اللي رح نعمل فيه منقسم بالضبط بتصير دائرة. واو. وجبت نوعين كندر، واحدة دارك والتانية ميلك، ورح أصير أصفتهم واحدة دارك وواحدة ميلك بهالطريقة. بعدين بتحطوهم بالفرن بس شوي، 10 دقايق. واو كتير حلو. شفتي بعد مساحات بيمتزجوا الدارك شوكولات مع الميلك شوكولات مع الحليب وبصيروا هيك. بعدين بتحطوا فوق شو ما بتحبوا من أنواع الكندر، أنا حطيت هالأنواع، وأكيد بعدين رح نحطهم بالفريزر 10 دقايق. بعد ما يطلعوا بيكونوا تماسكوا، منقطعهم بهالطريقة أو كيف ما بتحبوا. كتير حبت هاي الفكرة، شو رأيك يا منى؟ يامي كتير زاكية. يامي.